بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. صبحكم الله بالخير سيدات والسادة. يسعدني أن أرحب بكم في منتدى المستثمرين في الداخل آسيا 2012، الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر، ويعقد اليوم في الدوحة بحضور نخبة من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والرؤساء والمؤسسات. وأود أن أعرب عن سعادتي لتلبيتكم للدعوة للمشاركة في أعماله للتعرف على مناخ الاستثمار وما يتيحه من فرصة استثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية. ويشرفني في هذا المقام أن أنقل لكم تحيات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتمنياته للجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح في أعمال هذا المنتدى. السيدات والسادة، إن لقاءكم اليوم في هذا المنتدى بوجود أكثر من 400 مشارك ليس فقط من دول مجلس التعاون الخليجي والأسيان، ولكن أيضاً من الصين والهند وباكستان وبنغلاديش وأستراليا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واللاتينية. هو خطوة أساسية وهامة لكافة أنواع التعاون، وإن كان لهذه المشاركة من دلالة على شيء، إنما هي لدلالة على هذا التفاعل في المصالح التجارية بين منطقتين صناعيتين ناشئتين حديثا، وهما دول مجلس التعاون الخليجي ودول الأسيان. وهذا ما يبرر الاهتمام العالمي من القطاعين العام والخاص فيهما، خاصة بعد أن بدأت دولة قطر في برنامج تنويع الاقتصاد وبناء الأساس للمجتمع المعرفي، مما يدفعها إلى علاقات أقوى مع شركاء منفتحين. إن مثل هذا الأمر سيوفر دون شك فرصا عديدة وكبيرة ومتنوعة للاستثمار من قبل القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، وذلك في ظل بيئة استثمارية مؤهلة وداعمة. وعليه فإن آفاق التعاون المشترك كبيرة ومتعددة، والفرص حالية متاحة أمام كافة الأطراف لبناء أسس متينة ومصالح متبادلة. وختاماً، أتمنى لهذا المنتدى مواصلة النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف الهامة التي يعقد من أجلها، وأرحب مجدداً بالحضور الكريم، متمنين للجميع طيب الإقامة في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.